سؤال لطيف من طبيب يعمل في مدينة سياحية، زوار عيادته من المواطنين ومن الأجانب. السؤال حول المريض الأجنبي، إذا طلب منه أجرة مرتفعة جدا، 5 أو 10 أضعاف ما يدفعه المواطن المحلي، فإذا قبل المريض الأجنبي بدفعها، لأن هذه التكلفة مقاربة أو حتى أقل مما يدفعه في بلده الأم لنفس الخدمة، هل هذا جائز؟ أنه نوع من الغش والغرر، لأن المريض الأجنبي لا يعلم أن أسعار الخدمات الصحية في مصر منخفض جدا مقارنة ببلده. طيب هنا تعليق. أولا، الأصل أنه يجوز لمن لديه سلعة أو خدمة أن يعرضها بما شاء من ثمن، فإن عرضها على مشتر فارتضى ثمنها الذي عرضها به فالبيع جائز صحيح، لعموم قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. جاء في قرار للمجمع الفقهي: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار الشريعة الإسلامية الغراء. ثانيا، ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظروف التجارة والسلع، مع مراعاة ما تقضي به الآداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير. تضافرت نصوص الشريعة على وجوب التدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامل والخاص. بعد تقرير هذه المقدمات بقي تعليقان. تعليق الأول: أن الانسياب المعلومات على مستوى العالم جعل أسعار السلع والخدمات متاحة لكل من أراد أن يستفصل عنها وأن يقف عليها. وسائل التواصل الاجتماعي أحدثت انسيابية كبرى في باب المعلومات، فلم تعد المعلومات عن أسعار السلع والخدمات سراً مكنوناً خاصاً بأهل مهنة أو بأهل محلة. لكن أرجو من حبيبنا هذا أن يستصحب أنه أمام هذا السائح الأجنبي ممثل للأمة وللملة، وما تظهره من سماحة ورفق وخلق حسن يمثل مشاركة منك في تأليف القلوب على الإسلام واستمالة النفوس إليه، فلا يفوتك حظك من ربك بعرض يسير من الدنيا. طيب أكرر: فلا يفوتك حظك من ربك بعرض يسير من الدنيا. بارك الله فيك. اشتكي كثير من القادمين والقادمات إلى بلادنا أنهم تعرضون لابتزاز ونصب واحتيال وكذا وكذا ممن يعني يظنون أن هذا وافد أجنبي، وأنه لا ظهير له في هذا البلد، وأنه جاهل بأسعار السلع والخدمات وكذا وكذا، فيتعرضون لمضايقات تؤلمهم وتزعجهم. وبعضهم ود لو لم يأتي إلى هذا البلد قبل قط. فأرجو استصحاب هذه المعاني: فلا يفوتك حظك من ربك بعرض يسير من الدنيا.